اذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف فتحيه المسجد الحرام الطواف ثم صلاه ركعتين خلف المقام كما سبق ويقرا فيهما سورتي الاخلاص التي هي قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد لانهما مشتملتان على البراءه من الشرك وفيهما اثبات صفه الله تبارك وتعالى وتعظيمه والاعلان بتوحيده فاذا دخل المسجد للصلاه او قراءه القران ونحوهما فتحيه المسجد الصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه الامام البخاري ومسلم عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه